الو، السلام عليكم. الو، شراك استاذ؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله استاذ، اسمعني برك، حبيت نخرج على الموضوع شويه. معليش. معاه، تفضل. بيان، مرحبا بك خويا. احنا فئه تاع المقصيين من حيث البطاله. المقصيين من حيث البطاله، على بالك ولا الموضوع ساعه استاذ؟ احنا اللي ما تعرف الصوره التعزيزيه اللي حطوها. قول لي انت تقدمت بطلب بس تسجل. سجلت ذاتي مرفوض. سجلت؟ نعم. ايه. ومن بعد؟ جاني مرفوض، خاطر انا عندي اسيرونس مدة اسبوع عند مقاول. هذا هو الاشكال اللي وقع فيه كثير من الاشخاص، لانه استخلاف مدة 10 ايام مدة 20 يوم جه مرفوض. إذا الاسم تاعك مسجل في نور عماد الدين. كيفاش؟ نور عماد الدين مسجل الاسم تاعك؟ نعم. سبق تسجيل اسمك؟ نعم. ايه تسجل، ما خدمش اسبوع انت، اسبوع ما يسجلوكش. لا شوريت اسبوع عند مقاول، رفضوني على هذا السبب. كيفاش درت تأمين تاع اسبوع؟ ايه. علاش تأمين تاع اسبوع؟ غير على شهادة العمل، كنت راح نشارك في كونكور طلبوا فينا شهادة خبرة، شهادة عمل. ايه درت مقاول سولاني سمانة ودفعتها في الكونكور، نجحت في الكونكور، زادوا رفضونا في المنحة. شفت لي تحايل. ماشي تحايل، درك في المعقول ما نقدرش. لا انت كي راح تسجلت، انت اللي راح تسجلت عند مقاول لمدة اسبوع. ما عنديش علاقة بلانام. كي راح سجلت اسبوع عند مقاول، علاش سجلت اسبوع؟ انت ما خدمتش صح. انا اسبوع كي فاتني الديلي تاع الكونكور عاود كوبيتها ديريكت. لا باسكو انت ما خدمتش. انت باش تدفع. ما خدمتش. انت باش تدفع. سجلت فقط. رحت للمقاول طلبت منه انه يسجلك. نعم. باش تقدر تجوز المسابقه تاعك، هو جوزك صوريا ماشي صح. انت ما خدمتش. لا صح، في تاع الضمان الاجتماعي مسجل. لا انت بس انت ما خدمتش. ما خدمتش. ايه انا عارف. دوك نجاوبك. انا احتمل انه في قادم الاعداد كل اسئله تكون من حيث البطاله. حقيقه كاين اختلالات في طريقه او في شروط منح ربما يتم تداركها مستقبلا، ولكن ما نقدروش كل انسان الحاله تاعو ندخلوها في القانون. انت الان واش درت؟ احيانا نتحايلوا وما نحسبوش للزمان، يجي وقت وين نتقصاو من حاجه نتيجه كعقاب للتحايل تاعنا. انت واش درت؟ انت احتجت ورقه تثبت بها بلي كنت تخدم، رحت للمقاول تعرفه طلبت منه انه يامنك، قلت له ديرني تامين كاني نخدم عندك غير باش نحصل على الورقه لافيلياسيون تاع التامينات الاجتماعيه تاع لا كازورا. المقاول هذاك باش ما يخلصش عليك بزاف الاشتراك دالك تامين تاع سمانه باش تخلص غير شويه ويعطيك الورقه بلي راك افيلي. انت ديتها درت بها مسابقة، ولكن جاء وقت وين داروا منحة البطالة. الناس اللي افيليي، الناس اللي مسجلين في الصناديق الاجتماعية، كي نقولوا الصناديق الاجتماعية طبعا نعاودوا نقولوا دائما هما لا كازورال، هما لا كازنوس، هما كل الصناديق اللي تهتم بالتأمينات الاجتماعية للعمال. جات منحة البطالة أقصات هذا الناس بنص القانون، قالت لك الناس اللي افيليي في الضمان الاجتماعي لا يعتبرون في مفهوم هذا القانون بالبطالين. البطال هو الانسان اللي حل عينيه مازال ما خدم، ما تافيليا، ما ادى اجر، ما استفاد من منحه ولا اي شيء اخر. هو الانسان اللي راح سجل في لانام في الوكاله الوطنيه للتشغيل، سجل نفسه وينتظر انه يحصل على منصب عمل.